وسط توتر الأجواء في الساحة العراقية، جاءت الضربات الأمريكية على مواقع للحشد الشعبي غربي الأنبار والتي قوبلت بإدانات واسعة من الحكومة العراقية وشخصيات سياسية وناشطين ومتظاهرين معتبرين إياها خرقاً واضحاً للسيادة العراقية. الحادثة التي تعد الأعنف ضد فصائل الحشد استنكرها متظاهرو ساحة التحرير وسط بغداد، مطالبين حكومة تصريف الأعمال بعدم السماح لأي جهة خارجية أن تجعل من العراق حلبة لصراعاتها ومعاركها. استنكر هذا العمل الجبان للولايات المتحدة الأمريكية بهذا العمل القامت به، لأن هذا خرق للسيادة العراق ومن ساحة التحرير، وباسم كل ثوار وأحرار ساحة التحرير ندين هذا العمل. ما نسمح باسم كل العراق وكل ساحاتنا، ما نسمح لأي لا أمريكان ولا إيرانيين بجعل العراق حلبة لصراعهم. النائب محمد رضا آل حيدر رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية أدان الحادثة ووصفها بالعدوان الغاشم الذي يتنافى مع المعاهدة الأمنية الموقعة بين الطرفين. نستنكر بشدة القصف الذي أطال على القوات الأمنية، نقول القوات الأمنية، الحشد الشعبي مثل باقي القوات الأمنية. هذا الاعتداء السافر من قبل الطغيان، الاستكبار، الاحتلال الأمريكي، لذا لا نقبل التعدي والاعتداء على العراق من أي دولة مهما تكون. القرق اللي حدث يوم أمس بضرب أحد مواقع الحشد الشعبي غرب الأنبار وكان خرقا كبيرا وخرق للسيادة العراقية واعتداء غاشم على قوات عراقية رسمية يعني داخل الأراضي العراقية وعلى التراب العراقي. على الحكومة العراقية أن يكون لها رد كبير وتقدم شكوى في الأمم المتحدة على هذا الاعتداء، ولا نلجأ ونقول لدينا اتفاقية يعني أمنية مع الولايات المتحدة. الاتفاقية يجب أن تكون حماية الأراضي العراقية وحماية السيادة العراقية. محللون يتوقعون التصعيد من قبل الجهة المتضررة، مؤكدين أن الحادث سيؤثر على نتائج الرئيس ترامب في الانتخابات. عدوان كان واضح، هو بمخطط أمريكي صهيوني استهدف قوات أمنية عراقية، استشهد عراقيون، والرد سيكون كبير. ومن المتوقع وبمعرفتي بفصائل المقاومة فإن الأيام القادمة ستشهد ذهاب العديد من التوابيت إلى أمريكا من الجنود الأمريكان، ولعله سيكون العامل الأكبر في خسارة ترامب للانتخابات أو التأثير عليها. وشهد الهجوم الأمريكي ردود أفعال شعبية بسبب المخاوف من جر العراق في دوامة الصراع بين الطرفين في ظل الأوضاع الأمنية الهشة والصراع السياسي الذي تشهده البلاد.